بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا طلبة المرحلة الأولى في قسم الرياضيات. وهنا عندنا حل مجموعة التمارين بالملزمة الرابعة اللي تخص خصائص المصفوفات في موضوع الجبر الخطي. السؤال هنا منطيني مصفوفة A و B و C ومنطيني أرقام A تساوي 4. لاحظ أنه يستخدم الرموز الكبيرة للمصفوفات كابيتال لتر وسمول لتر للأرقام، وطبعا A تساوي 4 و B تساوي سالب 7، وما طالب مجموعة من الأشياء أثبت أنه A زائد B زائد C يساوي كذا. طبعا ببساطة الموضوع جدا بسيط، السؤال هذا جدا بسيط. هنا أنا يقصد أنه نجمع B زائد C والناتج نجمعه مع الـ A من هاي الجهة، فالمفروض يساوي هذا الجهة، لذلك نجد هذا الطرف ونجد هذا الطرف نثبت أنهما متساويان. كذلك هذا هنا ضرب عندنا، وكذلك هذا خلينا نحل اي واحد من عندهم. على سبيل المثال خلينا نحل السي والبقيه بنفس الطريقه. فالسي هنا نقول اي زائد بي في سي تساوي الاي هي 4 4 زائد بي يعني ناقص 7 في سي، والمصفوفه سي هذه نكتبها هنا، نكتب المصفوفه سي ونرجع لعمليه الضرب. طبعا 4 ناقص 7 بها سالب 3، ونضرب سالب 3 في جميع عناصر مثل حسب تعريف حاصل ضرب رقم سكالر يعني في مصفوفة، فسالب 3 يضرب في جميع عناصر السي، فسالب 3 في 0 0، سالب 3 في سالب 2 راح يصير عندي موجب 6، وسالب 3 في موجب 3 يصير سالب 9، وهكذا بالنسبة إلى بقية العناصر. سالب 3 في 1 سالب 3. الخطوة الجاية هذا الطرف، طبعا هسه هذا الطرف الأيسر، نجد الطرف الأيمن AC زائد BC، فـ AC زائد BC C كابتل لتر كبره شوية تساوي الـ A هو حسب التعريف 4 في المصفوفة C زائد BC زائد الـ B هي 7 يعني ناقص 7، أو نقدر نقول زائد سالب 7 نفس الشيء في C اللي هي أيضا حسب ما معطى. نجي الخطوة اللي بعدها، نضرب الأربعة في هذا ونضرب السبعة في هذه المصفوفة C يعني، فطبق عملية الضرب عندنا 4 في 0 0 و 4 في سالب 2 سالب 8 وهكذا نكمل، وهذه الناقص، ونجي بعدين نضرب السبعة في هذا مصفوفة 7 في 0 0 وهكذا بالنسبة لبقية العناصر تكمل. الخطوة اللي بعدها نطرح هاي المصفوفة من هاي المصفوفة، طبعا المفروض تساوي هاي المصفوفة المصفوفة الأولى، فنجي نطرح عملية الطرح المصفوفات كل عنصر حسب التعريف، كل عنصر مع المقابل إلى 0 ناقص 0 0 وناقص 8 ناقص هذه راح تصير زائد 14، ناتج يصير 6، وعندنا 12 ناقص 21 يصير سالب 9 بالسالب 9 بالسالب، هذا الصف الأول. نجي هسه 4 ناقص 7 ناقص 3 وكذلك نكمل بقية العناصر، المفروض نحصل على نفس المصفوفة هذه. لاحظ هسه 0 6 سالب 9 وسالب 3 هنا أنا لازم سالب 12، ونكمل لازم عملية الطرح، المفروض تطلع نفس النتيجة، وبذلك نكون حصلنا على العلاقة. وبالأخير نكتب إذن العلاقة متحققة حسب ما A زائد إذن A زائد B في C يساوي A في C زائد B زائد C وهو المطلوب. نفس الكلام بالنسبة للنقطة D، ونفس الكلام بالنسبة للتمرين الثاني أيضا نفس الشيء. التمرين الثالث أثبت أن A ترانسبوز ترانسبوز يساوي A، فلحل التمرين أيضا تمارين بسيطة هذه، أو خلينا ناخذ ال B A زائد B الكل ترانسبوز يساوي A ترانسبوز زائد B ترانسبوز. التمرين الثالث B A زائد B الكل ترانسبوز يثبت أنه يساوي A ترانسبوز زائد B ترانسبوز، ونفس الكلام راح نطبقه. عندنا ال A وال B موجودات عندنا، ونتناول الطرف الأول مرة الأيسر، فنجي نجمع A زائد B نجد A زائد B تساوي ننزل المصفوفة A وننزل المصفوفة B ونجمع زائد
بدل مصفوفتين، وحاصل الجمع نعرف عملية الجمع 2 زائد 8 هذه 10، عملية حسب تعريف عملية الجمع ناقص 1 زائد ناقص 3 يصير ناقص 4. عملية الجمع الاعتيادية بدل المصفوفات نكملها، والخطوة الجاية أنه نسوي لهذا المصفوف الناتجة هذه نسوي لها ترانسبوز A زائد B. الترانسبوز يساوي نقلب المصفوف هذه نسوي لها تدوير، ونعرف عملية التدوير الصف نسوي عمود يعني 10 ناقص 4 8 نكتبها على شكل 10 ناقص 4 8 وصفر 5 7 يصير 0 5 7 و2 ناقص 6 10. وهذا الجزء الطرف هذا الطرف الأيسر، نجد الطرف الأيمن A ترانسبوز زائد B ترانسبوز. إذا نجد A ترانسبوز هسه A ترانسبوز خليها فد مرة بخطوة واحدة عملية سهلة، B ترانسبوز يساوي أجي أطبق الـ A ترانسبوز للـ A، الـ A هي هذه فش راح يصير عندي ترانسبوز مالتها 2 ناقص 1 3 0 4 5 وناقص 2 1 4 وهكذا بالنسبة للـ B. ونجري عملية الجمع بيناتهم، الجمع الاعتيادي بين هاي المصفوفة وهاي المصفوفة. طبعا الناتج المفروض يصير هاي، الناتج المفروض يصير هاي المصفوفة مالتنا. فخلي نشوف نتأكد 2 زائد 8 10، هذه 10 أول رقم، وعندنا هنا أنا 0 زائد 0 0 هذا الرقم أيضا 0، وناقص 2 بموجب 4 راح يصير موجب 2 الصف الأول هسه. اوكي نجد الصف الثاني ايضا ناقص 1 ناقص 3 ناقص 4 وهكذا بالنسبه لبقيه العناصر نشيكها، وفعلا نجد العلاقه صحيحه. اذا بالاخير نقول اذا A زائد B العلاقه نفسها نعيد كتابتها بدل ترتيب الحل يساوي A ترانسبوز زائد B ترانسبوز. امثله هاي طبعا العفو التمارين هذه بسيطه جدا لكن الطالب لازم ما يعوفها حتى شويه يعني يتعلم على يتدرب على هذا الموضوع، فمن تجي شوية مواضيع أصعب هو يكون عنده خلفية ومسيطر. يعني التمرين اللي بعده إيجاد الانفيرس مال دول المصفوفات، والمصفوفة يعني خلنا نتقالنا واحد من عندهم. طبعا البرهنة هذه اللي يريد الحل عليها لإيجاد انفيرس مال المصفوفة 2 باي 2 هذه تشتغل بس 2 باي 2. فإيش راح يصير؟ عندي 1 على أيدي ناقص بي سي، ونجي هنا نغير مكان ال A وال D بدل مكاناتهم واحد مكان الثاني، وال B وال C نبقي كل واحد مكانه لكن نبدل إشارته، سالب يصير موجب والموجب يصير سالب. فأول نجد A D زائد A D ناقص B C، A D القطر الرئيسي ناقص القطر الثانوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي 3 في 2 6 ناقصا ال B في C 1 في 5 5 و 6 ناقص 5 تساوي 1. وإذا الـ A inverse، A inverse يساوي 1، ما نكتب الواحد، وهنا أنا راح يصير عندي نبدل 2 مكان 3، فهنا 2 وهنا 3، والواحد موجب نخليه سالب، والخمسة موجب نخليها سالب، وهو المطلوب. البي أيضا نفس الطريقة راح يصير 2 في 4 8 ناقصا 4 في 3 12، و 12 راح يصير موجبة حسب القانون فيصير ناتجها 20. بعدين إذا البي انفيرس، البي انفيرس يساوي راح عندنا نغير الأربعة مكان الاثنين والاثنين مكان الأربعة، هاي الأربعة وعلى 20 القانون على 20 رأسا دخلتها، وهنا أنا راح يصير 2 على 20، وبالنسبة لدولي سالب 3 تبقى مثل ما هي لكن نغير إشارتها مكان سالب يصير موجب، وهذه على 20 أيضا، وكذلك الأربعة تتغير إشارتها تصير سالبة 4 على 20. لاحظ هاي الواحد على 20 دخلتها مباشرة، فأربعة على 20 5 يعني واحد على 5 هذه، وهاي 3 على 20 تبقى، وهاي سالب 1 على 5، وهذه 1 على 10 يطلع نفس الجواب اللي هو مجاوبه هنا.
وأيضا تحلوا لنا الباقيات. السؤال الثامن أيضا جد هاي المصفوفة سميناها A، وأي دي ناقصا بي سي، أي دي ناقصا بي سي يساوي كوساين في كوساين، يصير كوساين تربيع مقداري خد كسر كوساين تربيع ثيتا ناقص هاي ناقص ساين في ساين، ساين تربيع وناقص هاي راح يصير زائد، زائد ساين تربيع ثيتا. واحنا نعرف كوساين تربيع، ساين تربيع قيمتها واحد، إذن الأي إنفيرس، أي إنفيرس يساوي واحد في هاي المصفوفة. بعد أن نقلب الكوساين مكان الكوساين هو يبقى نفسه، كوساين ثيتا من هنا وكوساين ثيتا من هنا، وهنا الساين يصير سالب وهنا السالب يصير موجب وهو المطلوب. أسئلة بسيطة. هذا أيضا نفس الشيء طبعا، هذا نضرب نعرف عملية الضرب الأول في الأول والأول في الثاني إلى آخره، نشوف الناتج شنو يطلع. حاله هو هنا نطلع اي ترانسبوز وبعدين نسوي له انفيرس، وبعدين نجي نسوي انفيرس ونطلع ترانسبوز ونشوف المفروض المستويات مثل ما حلينا التمارين بالبداية المجموعة. نفس الشيء هنا use the matrices A B C N 4 5 to verify that. أيضا نفس الشيء نضرب A في V بعدين نطلع انفيرس بعدين نطلع B انفيرس A انفيرس للمصفوفات تلك، والمفروض هذا الطرف يساوي هذا الطرف مثل ما حلينا التمرين الأول. ونفس الشيء هنا أنا an exercise use the given information to find A. جد الـ A إذا كان الـ A inverse هي هذه فجد الـ A. زين سواء إذا عندي الـ A inverse شلون أطلع الـ A؟ الجواب إحنا عندنا A inverse وناخذ لها inverse ترجع A. إذا نطلع inverse لهاي المصفوفة A دي ناقصا B C وإلى آخره يكون الجواب كم هنا؟ 7 A كل inverse، يعني نجي للـ A نضربها. إذا كانت 7 A تساوي 7 A inverse تساوي هذه، إذن راح يكون عندي 7 A inverse الكل inverse شي يساوي، يساوي 7 A. زين شلون أطلع 7 A من المصفوفة الناتجة؟ أو خلينا نحلها، يلا خلينا نحلها، هذا هو السؤال. إذن نكتب 7 A يساوي 7 A inverse الكل inverse، يعني طلع inverse لهاي المصفوفة وتساوي A دي ناقصا بي سي، وثلاثة في اثنين ستة راح يصير موجب، وناقص سبعة في واحد سبعة ناقص سبعة، نخليها واحد على هالشكل فرد مرة خطوة واحدة حتى، ونجيب هاي المصفوفة سالب ثلاثة بسالب اثنين نغير مواقعهن، والسبعة والواحد نبدل إشاراتهن. ونجي نضرب هذا، طبعا هاي ستة ناقص سبعة بها سالب واحد، وهذا الناتج راح يكون نفس المصفوفة بس نبدل الإشارات مالتها، اثنين سبعة واحد ثلاثة. هذا شنو هسه؟ هذه سبعة، هذه سبعة. إذا كان سبعة أي تساوي هذا، إذا الأي شو يساوي؟ إذا كان سبعة أي تساوي هاي المصفوفة، إذن الأي تساوي واحد على سبعة في سبعة أي وتساوي واحد على سبعة هاي سبعة أي واحد ثلاثة وتساوي، وطبعا نعرف بعد هنا اثنين على سبعة واحد، واحد على سبعة وثمانية على سبعة وهو المطلوب. المطلوب هو إيجاد المصفوفة أي. صار خطأ عندنا، هاي مو ثمانية، هاي ثلاثة كانها ثمانية، صححها ثلاثة، هي ثلاثة هي ليست ثمانية. أي زائد اثنين أي المصفوفة أي نضربها في اثنين ونجمعها مع الأي يطلع هذه المصفوفة. أيضا أول مرة نتخلص من الانفيرس بحيث نرجع هاي المصفوفة مثل ما كانت، وعندنا I زائد إذا نضيف لها ناقص I حتى نتخلص من الآي اللي نضيف وياها، وعندنا 2 في A إذا نضربها في نصف. وسؤال بسيط أيضا، إذا كانت هاي المصفوفة A فجد A أس 3، A أس 3 هي A في A في A، نضرب A في A في A
وأي أس ناقص 3 نجد أول مرة أي إنفيرس، بعدين نضربها في نفسها 3 مرات وإلى آخره. الـ P of A حسب التعريف، الـ P of A إذا كان P of X يساوي X ناقص 2، إذن الـ P of A لهذا السؤال يساوي أي ناقص 2. فهاي الأي موجودة ونطرح منها 2، طبعا 2 أي. نحط أي على مود تصير العملية منطقية، وإذا حليناها بعد هنا هاي 2، هاي 0، هاي 4، هاي 1 ناقص، والآي هذا 2 في 2، إذن راح يصير 2 0. ادني شوية، 2 0 0 2، ونجي نطرح 2 ناقص 2 0، وصفر ناقص صفر صفر، أربعة ناقص صفر أربعة، وواحد ناقص اثنين ناقص واحد. 19 قاعد يتكرر العمليات السابقة على هاي المصفوفة هالمرة، ومنطي جواب هو هنا، وهنا أنا قاعد كرر التمرين 18 هذا 18 أيضا كرره على هاي المصفوفة، صارت 3 في 3 وأيضا على هاي المصفوفة، ومنطي جواب. المجموعة اللي بعدها منطي P1 و P2، وقايل اثبت انه P1 of A يساوي P2 of A في P3 of A، ومنطي مصفوفات معينة مثلا بالتمرين 18، إذا ما تكس أي تمرين هذه منها، هذه 18، هذه 2 0 4 1، شوف عبد الله، خلينا نحل هذا السؤال. طبعا ال P1 P2 في P3 تحليل، يعني هذا تحليل فرق بين مربعين، لاحظ P1 تساوي P2 في P3 يعني تحليل فرق بين مربعين. فهنا يقول طبق الكلام على مفهوم البولينوميال مال المصفوفات يطلع نفس الجواب، خلينا نجرب والله. ف P1 of A تساوي هنا A تربيع ناقص 9، اذا لازم نجد ال A، طبعا ناقص 9 I، وتساوي الـ A تربيع هي A في A، فنضرب A في A ونشوف الناتج قد يصير، هذه ناقص 9 I، هاي الـ A تربيع حسبتها، والتسعة هنا تدخل 9 0 0 9، ونشوف الناتج قد يصير عندي، هذه هي المصفوفة، هذه A تربيع ناقص 9، فنجي A زائد 3 P2، إذا P2 of A يساوي A زائد 3 لو ناقص والله زائد، نعم A زائد 3 I طبعا، وتساوي نجيب ال A ونجيب ال I نضربه فيه ال 3، ونجمع هنا راح يصير عندي 5، وهنا راح يصير 0، وهنا راح يصير عندي 4، وهنا راح يصير 3. هذا P2، نجي P3، P3 of A يساوي A ناقص 3 I طبعا، وأيضا طبق نفس الكلام ونجري عملية الطرح هنا، 2 ناقص 3 ناقص 1 و0 و4 وناقص 2. المطلوب الأخير أو الخطوة الأخيرة هو نضرب P3 P2 في P2A في P3 of A اللي هي ال P2 هاي 5 0 4 3 في هذه ناقص 1 0 4 سالب 2، ونرجع عملية الضرب بيناتهم. أقعدنا طبعا هذه المفروض تصير 4، هذه 4 وليس 3، إذن هذه أيضا 4، ونجي لعملية الضرب مرة ثانية، فهذه تصير 12، هذه راح تصير 12، وبقت عندنا الحد الأخير 4 في 0 0، وهي يصير ناقص 8، ناقص 8 مثل ما، وإذن هي P1، إذن P2 P3 يساوي P2، هذه راح صار عندي هذه المصفوفة هي نفسها اللي طلعت لنا هنا، إذا العلاقة متحققة، إذا العلاقة متحققة.
ونفس الكلام بالنسبة لبقية التمارين ذني.